هلا هلا شوفي وصل عريس الغفله واستقبلت امك وقعدته بالصالون. ايه وناطر ابوك لحتى ينزل. ايه كثير منيح. يلا قوم بابا قوم شد لي همتك. ها قوم يلا يلا. هيك بابا. بابا حبيبي لا تشد لنا جسمك، شد لنا ذاكرتك. بابا استنى شوي رح راجع لك يا هون، كلهم خمس جمال لا تخربت فيهم، بعدين هلا بس تنزل لتحت بتقول له انه عندك شغل مضطر تقوم تمشي، ماشي؟ مساء الخير عمو، الحمد لله على السلامة. شو بتقول له؟ الله يسلمك. خلينا نفوت بالموضوع مباشرة. فوت ولا يهمك. أنا بشرفني يطلعوا بيت بنتك. شو بتقول له هون؟ فاجأتني. وما بعرف شو بدي أقول لك. برافو بابا. يعني أنت ما عندك مشكلة بالموضوع عام؟ أكيد ما في مشكلة، ابعاد. أبوك المرة جاية. أيوه. وإذا سألك عن المهر اللي طالبينه شو بتقول له؟ أصحك تفتح معنا هالقصة، نحن ما بتهمنا بنوب. أصحك تفتح معنا هالقصة، نحن ما بتهمنا بنوب. اصحك تفتح معنا هالقصه نحن ما بتهمنا بنوب. يلا نزل بابا. اصحك تفتح معنا هالقصه نحن ما بتهمنا بنوب. ركز ان شاء الله بتسلم لي. مرحبا عمي، والحمد لله على سلامتك. اصحك تفتح معنا هالقصة نحن ما بتهمنا بنوب. عمي اني قصة لسه معك هنا شيء؟ فاجأتني وما بعرف شو بدي اقول لك. شو فاجأتك عمي؟ والله فوتني بالحياة. فوت ولا يهمك. لا عن جد عيلة مجانين. الله يسلمك. انا الحمار رجعت مرة ثانية. ما في مشكلة، بعت ابوك المرة جاية.